الصحفي والمحلل السياسي علي أسمر. أستاذ علي يا مرحبا، تحياتي لكم. بعد هجوم أنقرة ما هو حديث الساعة في تركيا أستاذ علي؟ يعني حقيقة قبل قليل انتهى الاجتماع الأمني في اسطنبول الذي ضم الرئيس أردوغان بجميع القيادات، إن كانت الاستخبارات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع التركي. طبعا يعني هذا الاجتماع سينتج عنه الكثير من القرارات، ولكن هي حاليا يعني مغلقة أو نقول سرية. ولكن ملخص الاجتماع هو، أو الذي صدر عن الاجتماع، أن تركيا لن تسمح بإقامة إرهابستان على حدودها، وهذا يعني أن نحن نتوجه إلى المزيد من التصعيد، وخاصة يعني بعد أن أرادت تركيا أن تبعد خيار العمليات العسكرية وبدأت بمفاوضات عبر زعيم حزب الحركة القومية دولة باهتشلي، عندما دعا عبد الله أوجلان إلى إعلان انتهاء الإرهاب ورمي السلاح من قبل حزب العمال والدخول في مسار سياسي لحل هذه المسألة. ولكن للأسف يبدو أن يعني بعض ممكن الدول الدولية الكبرى لم يرق لها هذا الحل السياسي، حيث أنها تستنزف تركيا عبر حزب العمال الكردستاني على مدار سنوات طويلة. لذلك الآن نحن أمام يعني عمليات نوعية شمال سوريا وشمال العراق، لأنه كما الأخبار قالت أن منفذي الهجوم أتوا بطائرات شراعية دخلوا إلى تركيا، وهذا يعني أنهم تلقوا تدريبات بالخارج إما من شمال العراق أو شمال سوريا. لذلك أعتقد نحن حاليا أمام تصعيد في هذا الملف، وخاصة بظل ما يحصل من الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشرق الأوسط، وهذه الحرب تمتد أكثر إلى سوريا أي إلى الحدود التركية. لذلك يعني تركيا حاليا تراقب بحذر، وهي لن تسمح بإقامة إرهابستان على حدودها، لأننا كما نعلم أن تركيا في حلف الناتو، لذلك الصدام المباشر بين تركيا وإسرائيل هو غير وارد. لذلك إسرائيل سوف تستخدم أذرعتها بالمنطقة مثل حزب العمال الكردستاني لمحاربة تركيا. ما أهمية أن يحدد وزير الداخلية التركي هوية أحد المنفذين وهو عين أورك الملقب بروجغر، وهو ينتمي للPKK أو حزب العمال الكردستاني؟ نعم، يعني حقيقة هذا الشخص هو من مواليد 92، وهو متولد يعني لديه قيود في ولاية شرنق عند الحدود العراقية التركية، ويقال أنه تم إدخاله إلى حزب العمال الكردستاني منذ السنة 14. من ناحية أخرى، امرأة أيضا تم تثبيت هويتها، وهي من ولاية هاكاري، كانت مسؤولة في حزب الHDP التركي، ومن ثم دخلت إلى حزب العمال الكردستاني. لذلك نحن يعني، ولكن هنا يوجد إشكالية، أن إلى الآن لا يوجد تبني صريح من قبل حزب العمال الكردستاني، وأنا أعتقد هذا سببه التخبط بين أعضاء الحزب، حيث أن لم ينتظروا من دولة باهتشلي أن يقوم بهذا الرأي أو بهذا الاقتراح. لذلك هم تخبطوا، لأننا كما نعلم يعني حزب العمال مثل هذه الأحزاب يكون بها العديد من اللوبيات، إن كان الإيراني الأمريكي أو لوبيات أخرى إسرائيلي. لذلك هم متخبطين، لذلك الآن لا يوجد تبني صريح، ولكن تركيا استطاعت تحديد هوياتهم، وهم اثنينهم من حزب العمال الكردستاني. حتى طبعا هوية المنفذة كشفها وزير الداخلية في كلام لافت لرئيس حزب الشعب الجمهوري اليوم أستاذ علي، في كلمة له باجتماع مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني في ديار بكر، قال: من الممكن أن نحقق مكاسب سياسية كبيرة وأن ترتفع أصواتنا إذا عرضنا الحكومة وسط الظروف التي نعيشها اليوم، لكن نحن نريد أن نقف في الجانب الصحيح من التاريخ، ولو لزم الأمر فنحن لا نريد أن ترتفع أصواتنا. أضاف: نحن نريد أن يكتب التاريخ أن حزب الشعب الجمهوري دعم مشروع الأخوة الوطنية بين الأتراك والأكراد الذي تدعو له الحكومة اليوم. تصريحات لافتة جدا من رئيس حزب الشعب الجمهوري.
نعم، وأنا لاحظت اليوم أن جميع الصحف التركية الموالية والمعارضة التابعة لحزب الشعب الجمهوري، الكل لعن الإرهاب، لا يريد سفك الدماء، يريد الابتعاد عن الخيار العسكري، لأن الجي بي يعلم تماما أنه إذا تم التوصل بمسار سياسي وحل حزب العمال الكردستاني وتفكيك سلاحه، تركيا سوف تنهض كثيرا اقتصاديا، حيث يوجد تريليونات من الدولارات تصرف، أي يعني أن القوى الغربية تستنزف تركيا عبر هذه المجموعات المسلحة. لذلك أنا أعتقد أن أوزجور أوزال يتعامل بهذه القضية بوعي سياسي أفضل من رئيس حزب الجيد أو رئيس حزب الظفر، الذين لا يرون أبعاد هذا المسار السياسي، وهم يريدون المحاربة، ولكن المحاربة إلى متى؟ هل هذا يعني بأن مبادرة رئيس الحركة القومية لم تجهض في مهدها؟ حقيقة هنا يوجد شيء مهم. أنا حاليا أريد أن أعرف، وهذا بسبب لا يوجد تبني حقيقي من قبلهم، لا نعلم أن هذا الهجوم هل هو قرار من الحزب أم هو قرار من الدول الداعمة للحزب لتخريب هذا المخطط. لذلك حاليا من المبكر أن نتكلم عن هذا الشيء، ولكن تركيا يعني في الأمس بدأت عملياتها النوعية في شمال شرق سوريا وشمال العراق، وهذا يعني، واليوم الاجتماع قالوا أنه لن تقام إرهابستان، هذا يعني أن تركيا وضعت خيار السلم على الطاولة، ولكن إن لم ينجح وتمددت إسرائيل